مدى حسن تعامل العاملين في المستشفيات مع المواطنين من أطباء وتمريض مع الجمهور. خلونا نشوف مع بعض ونرجع نكمل كلامنا. عايزه هيكله من جديد، عايزه رقابه عليها، واللي يخطا يتعاقب. بالنسبه للتامين الصحي في اهمال نهائي. انا عن نفسي انا جاي من العياط اهو، ورحت الهرم عشان اعمل مثلا اشعه دوخني واعمل رسم مخ واشعه مقطعيه، دايق فين وفين عبال ما اروح هنا. طب ما نعملها في مكان واحد. وزاره الصحه عامه اي مستشفى على مستوى الجمهوريه لازم ما فيهاش اي خدمات، لازم يكون معاك واسطه عشان تدخل المستشفى، لازم يكون معاك وسط عشان يستلموا المريض منك لو في حالة خطرة. أداء وزارة الصحة يعني أداء يعني نصف جيد. وزارة الصحة المفروض تتهم بالتأمين وتأمين الناس اللي هم ما لهمش تأمين. أنا موظف وعندي تأمين أو مع المعاش، إنما ولدي وبنتي وده ولا ما لهمش تأمين. لا والله زي الفل ما شاء الله. يعني أنا بروح بصراحة الحمد لله أي وقت بروح أكشف وباخد علاج وبمشي تمام تمام. في الفترة الأخيرة دي حصل تطورات في وزارة الصحة، وحصل يعني برضو مجهود جامد في موضوع الفيروس وموضوعات تانية كتير برضو. هم يعني بازلين جهد كبير وفي موضوع الفيروس سي بالذات. يعني أنا شايف في سلبيات كتير، أصلا ما فيش إيجابيات أصلا في وزارة الصحة. هي قبل الثورة زي بعد الثورة، كلها زي بعضها حصل، ما فرقتش حاجة. لو الوزير ينزل المستشفى يتفرج، ورئيس الوزراء ينزل المستشفى يشوف الناس، يبقى نحكم على الناس. هي الناس مش الحكم. هو طبعا إهمال جسيم. الواحد بيروح مستشفيات حكومية بيشوف حالات مرضى، حاجات بتصعب على الواحد يعني، وما فيش اهتمام، واحيانا ما بيستقبلوش حالات ممكن تبقى حالات حرجه، ويعني في اهمال شديد طبعا في قطاع الصحه. بالنسبه لوزاره الصحه الحق يعني في جهود طيبه كثير، في مباني، في انشاءات، في اجهزه، ولكن قاعد في تقصير بالنسبه للاطباء. في مجهود ضخم جدا بيبذل وزاره الصحه على الرغم من سوء الاداء اللي بالمستشفيات العامه والتحجج بقلة الإمكانيات وإن ما فيش أدوية. في إهمال طبعا، مش ما فيش رعاية وما فيش علاج مظبوط. الأداء يا ابني مش كويس. أنا راجل تعبان وعامل قرار بقالي سنة ما بروح شغل. ليه مش قادر أمشي؟ ولو بيروح يقول لك لازم تيجي بنفسك. أبعت مثلا حد من عيالي يقول لك لا لازم الشخص بنفسه. وديني تعبان وعندي السكر وليه قرار مش ماليش، بس تعبان وما بقدرش امشي. وهناك بقى الروتين تقطع وصل ب 12 جنيه تحلل، بعدين ترجع تعمل لجنه ثلاثيه، بعدين يعني شغلانه تاخد لك 3 ايام رايح جاي. وزاره الصحه هي الاهم لان هي بتهتم بصحه المواطن، ولكن انا شايف وجهه نظر ان وزاره الصحه اهتمت بالجانب الانشائي والجانب التعميري كويس جدا ما شاء الله، انا شايف كده على مستوى المستشفيات. ولكن يا ريت برضه يعني بجانب كده برضه يعني نهتم برضه بالجانب العلاجي، نهتم برضه بجانب التامين الصحي. منظومه التامين الصحي منظومه مهمه جدا. بالنسبه للعيان بيدخل بيصرف على نفسه يعني السرنجة بيجيبها، الدواء بيجيبه، إهمال، فيه إهمال كتير قوي قوي قوي.